دونك نستنى ويرجع معنا أسامة من جديد. نذكركم تعملوا ابوني شان يوتيوب وكيف كيف الكونت انستغرام، تلقاو اللي على اليوتيوب في الكونت انستغرام تلقاو فيهم الحوارات الكل. الحوار نتاع تيجيني بالعيد الجزء الاول هبط عنده ساعة، بعد شوية يهبط الجزء الثاني من الحوار مع تيجيني بالعيد، وغدوة تلقاو حوار نتاع أسامة الحديدي ان شاء الله. نيت وين ما نطولش عليك. باهي، مالك الزواوي قال لك صحيح انك كنت عم ناول ماشي للبوندس ليغا، وشكون الجمعيه حكينا عليها ديجا؟ عربي هرماسي يقول لك هل تفكر ترجع للكلوب قبل ما تاخذ ذكريات؟ نخمم باش نرجع للكلوب ان شاء الله. فما امكانيه، فما جاست نبغ ولا مازال؟ توا مازال، لا توا لا، كيما قلت لك انا عندي 3 سنين كونترا براتيك. اذا شراوني اليوم قاسم باجا عندي 3 سنين كونترا، ما تصورش في ال3 سنين هذوما نجم نخرج. فهمتك. نضال مليتي قال لك ايش رايك في اسكندر العبيدي؟ سكون نحب، وانا ملي طلع معانا صغير وقتنا مازلت في الكلوب خدام متربي، كلمني كي خذي نمرو 3، قال لي اني خذيت نمرو 3 خذينا مروية بتاع الكلوب. ان شاء الله معناها يكمل يخدم على روحه، عنده مستقبل كبير ان شاء الله، باش يكون ليدر في الكلوب ان شاء الله في اللاكس. باهي، ميرا ارمي قالت لك احسن دخل عملها جمهور الكلوب في ماتش انت لعبت فيه، فريق تتمنى تلعب فيه انت، وشنو تعنيك الفريق؟ السؤال الثاني شنو؟ احسن دخله وبعد؟ فريق تتمنى تلعب فيه. فريق ما نلعب فيه. احسن دخله وقت اللي انا ماني جوار، ما زلت انا هيك دربي موسى فما زاد نجوم هذيك، وفما دخله نتاع تنقول لك زاد، فما دخله نتاع التصور نتاع جوريت لي ليجوند نتاع الكلوب، هذيك تحفونا برشا، هذيك تحفونا برشا. فما بعد دخلت الرولوات قديمه نتاع ستاد تونيزيان في المنزه، تعجبني برشا 95 هذه، نتاع الرولوات لا بعد شوي 95 ممكن 97 98 هذول يمكن ولا 2000 ممكن. باه، ايكيب تتمنى تلعب فيها؟ انا الحقيقه توا ولا قبل تتمنى ولا توا؟ توا نتمنى نلعب في واحده من الكبار في اسطنبول، فنرباتشي بشكتاش ولا قناة سراي. وقبل؟ قبل تمنيت نلعب في دورتموند. وعلاش تو ما عادش؟ خاطر توا خاطرني في اسطنبول، توا خاطر في تركيا، معناها الحلم قريب، فهمت؟ كان مشيت لالمانيا، كان مشيت معناتها نختار دوسلدورف، ولا راني تمنيت نلعب في جمعيه كبيره في المانيا. فهمت. وشنو تعني لك الكلوب؟ الكلوب مش شنو تعني لي انا مثلا، كي تقول لي الكلوب نقول لك راي هذيك حاجه في انا، معناها في من تبعتي انا، في انا في خاطر جمعيتي اول حاجه كبرت طلعت اعطتني هزتني اللي ناسيونال وخرجتني للاوروب، معناها قد ما اعطتني هي ما نجمش نقول لك هي شنو بالنسبه لي انا، فهمت؟ بيبليك، كلمه في البيبليك هذا حمزه كدوس، كل بلاد نمشي لها نحكي لهم على جمهور الكلوب، كل بلاد امني نحط لهم اليوتيوب ونوريهم جمهور الكلوب، نقول لهم شو جمعيتي شو الجمهور نتاعها بالرسم. فيها انا برشا بجمهور الكلوب، تعرف نبهبر، شفت سلام واحد يبهبر مثلا، واحد مثلا عنده كهرباء يبهبر بها، ولا انا نبهبر بجمهور الكلوب، وين نمشي نحل اليوتيوب ونوريهم جمهور الكلوب، وين نمشي شوف نقول لهم شوف الجماعه اللي انا نلعب فيها كنت خرجتني جماعه، شوف ما قالكش فك علينا يا زلمه من جمهور الكلوب، ما يقولوا ليش خاطر حاجه عجيبه ما فماش. يوسف ونيسي، شنو هي جمعيه تتمنى تكون فيها في الانجليز؟ في الانجليز ليفربول. باهي الترخاني، اكثر اغنيه تحبها نتاع الكلوب؟ اكثر اغنيه انا تعجبني نتاع شنا، لي مارسي شونتي، مارسي شونتي، لي فريقي فو غاني، لا لا هذيك احسن اغنيه. باهي، قصي كيس،
اللي هو طلب بواحدة. لا بواحدة هذيك اعطيتك واحدة. قصة اكس اكس، اكثر شامبيونات تعجبك في الاوروب شنو؟ اكثر شامبيونات تعجبني في الاوروب الانجليز، باهي. احمد الهاني، علاش فرضت الدوري السعودي والفلوس على البقاء واللعب في اوروبا خاصة انه عمرك يسمح بذلك؟ جاوبت عليه ولا تحب تزيد حاجة؟ جاوبت عليه الحقيقة، معناها اني مشيت صحيح لكني خرجت فيه. باهي. في ابارمون باج تونيزيان جيرل قالت لك علاقتك بجوانب التوانسة في تركيا. علاقتي ديما نكلمهم ونسال عليهم الكل، كي طالبي سيام غايلان مريح معايا فرد كيب، تكون يا اخي ما نسيت حد. نحن قديش في تركيا؟ غايلان طالبي سيام وينو مريح خلاص. فما شكون في اسطنبول ولا انتم مريح؟ انا مريح بركة في اسطنبول، سيام في دينيزلي بعيد علينا، في ريزا بعيد علينا منصر، ومالاتيا بعيد علينا كيف كيف. ريان عيادي قال لك باري ولا فيين؟ فيين عمري ما مشيت لها، باري ما تعجبنيش برشا الحقيقة، اما باري خاطر ما مشيتش لها، اما فيين قالوا لي حلو. بون، هذا سؤال شخصي شوي، ما عرفتش تجاوب قبل. حسام الطياشي قال لك كيفاش تعرفت على مرتك وفي المشي لتركيا مع بلال العيفة ورسايتي والا لا؟ تبع كذا تحس خويا بجي بي اس. اي صحيح، مع مشيتي كي مشيت مع مهدي وبلال، قلت انا مش نعمل فيديو انا ومرتي ان شاء الله نوريكم البلاصه وين تعرفت عليها وكيفاش تعرفت عليها. اسمع بزنس هذا كيفاش؟ كل يوم ليه ما بزنس يا جماعه، تو نعمل فيديو نهبط فيه، هي بيزار الحكايه معناها مارون شويه تضحك، فهمتني؟ نستناو الفيديو معناها مش تقول نعم. اي شنو نعمل فيديو تاع نهبط، خاطر برشا سالوني برشا كلموني كيفاش تعرفت عليه. مهم برشا السؤال. اي مهم بيصير يحبوا يعرفوا. بي نينو حسين، بي نينو مسابقه مرون بيك، اسكو تتبع في السيكسيون الكلوب في لما الجوز الالكترونيك هذوك ولا في الفوت الالكترونيك هذوك اللعبة هذوك مشو فيديو والحكايات هذوك؟ لا الحقيقة شنو الكلوب عنده جمعية بتاع برامو. اي قالك مازالوا كيهزوا الكوب في الفيفا 20؟ لا والله ما عنديش فكرة والله. برامو هو يلعب فيها سيد باز. اي باز خويا، كان انا عندي فيفا، اللي يحب يلعب كونتري فيفا حديدي 05 هاش ا دي دي ا دي اي 05 لاصق، ما راح يدخل يلعب. واللي ربحني في الفيفا نعطيه مليون نتاعي خويا. يا بابا ما كانش من هكا خويا، اسمع يدخل يلعب في الكلوب، انا فما جمعيه عندها كيب. اي دخلوني في الكلوب خويا خلينا نلعب. به شنو البطوله اللي حابب فيها مستقبل ولا يقف في تركيا ولا الخليج كما باش تونس؟ البطولة تشوف فيها مستقبلك، تحب في تركيا الخليج كي باشا توانسة ولا أوروبا، تكمل وين تشوف روحك؟ لا نكمل إن شاء الله في الأوروب، نكمل في تركيا ولا في الأوروب. أنا تركيا عجبتني على الأخر، جابوا هات نجيب جابوا في الفيفا تنوريك صح. إيش قال لك ما شفتوش؟ قال لي بيا نهب لك فيفا 20. باهي. نضال مليتي قال لك عندك مبدأ كي جولدن بوي في تونس لعب كان في الكلوب؟ مش عندي مبدأ، عندي قناعة شخصية. أنا عندي قناعة شخصية، ما نحبش في حتى جمعية أخرى كان في الكلوب. حملم لا ليه حملم جمعيتي حملم أغزر عندك، شفت الكلوب الكلوب التوب، ومن بعد جي حملم، ومن بعد فما حتى جمعية أخرى، ما عندي حنين وحتى جمعية. اسمع خرجت كلام في وقت من الأوقات على الإسبيرونس. كي كنت في الكلوب سلام، معناها الحقيقة ما صاروا دي كونتاكت من الجمعيات الكبار الكل. لا سكر الباب. اي ما حبيتش حتى من بعد، معناها فما جمعيات وانا في ديجون كلموني. شكون كلمك؟ جمعيات كبار. الاسبيرونس ايتوال. ما نقولكش عليهم، خلينا نبلبل شوية. زوج جمعيات كي كنت في ديجون. طه خضراوي قال لك طموحاتك مع المنتخب التونسي. الحقيقه الحلم مع ليكيب ناسيونال نهز كوب دافريك ونعمل كوب دي موند اخرى.
الجينيراسيون هذه تنجم نجم سورتو جينيراسيون هذيا سورتو هي خاطر تو عندك اكسبيريونس عندك اكسبيريونس نتاع كوب دافريك الاخرانيه وعندنا اكسبيريونس نتاع كوب دي موند الاخرانيه خذينا برشا دروس استنسنا بعضنا برشا جابو اسيست اسيست تمام لي في دوزيام بيت عطيتك الاسيست ذكرها ولا بالتروب هذا لا ولا مش هذاك لا انا مشيت وشطت له قويه ما خلطت عليها ماركيها مشيت هزيته هكا هزيته هكا اما جابو برشا كوره جابوا الحقيقة أنا سألوني برشا معناها قالوا لي أحسن جوار يطلعوا مع جابوا ما لعبتش مع جوار كيما تكنيك مو رابيديتي جابوا ماركا بونتو كونتر بيجا مرة في رادس هو ماركا وفرح وأنا مازلت قاعد نعمل هكا قلت كيفاش ماركيه البونتو أنا من تالي كرة سلام جات هكا أعطاها كف كي أعطاها كف مشيت الكرة واقفة مشيت واقفة الكرة في الكاترمانديس كونتر بيجا نذكره كيما تو انا حتى هو ماركا وقاعد يفرح يجري وانا قاعد متشوك كيفاش ماركيها جاب ما شاء الله اخويا اسمع قالوا لك جيبوا ورقه للكلوب يجري يجري عطاني تير تذكر ولا شوت 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 انا شوت معناها شوت قدام الديفونس الكل كنت حملهم قوية عمس فهمت ماركيها هو فهمتك برك عنده اكسيليراسيون اسلام ويقف انا نقول له جاوب برجولية عندك هذيك وكيفاش تدور يكون يجري هكا يدور بك من الشيره الاخرى هو كان يلعب على شيرتك في الانترينمون اش عمل لك وسام اي هو كان يلعب على شيرتي الاكثريه وساعات ما ديما يلعب معايا خاطر ديما كنا نلعب 11 كونتر 11 ديما يلعب فرقي اما كي يلعب كونتري يا خويا كي يدور ما نجم نعمل له شيء انا خاطر انا طويل هو اكثر مني وركيز التكنيك نتاعه وكل شيء ما نجم نعمل له شيء اي شلون تجاوبهم اللي قالوك جيبوا ويجا للكلوب ان شاء الله ان شاء الله شخص كان جابوا نرجع نجابوا يرجع معنا نكملوا نجيبوا نقول لك شكون يجيب معايا نكركر معايا مريح ساعة نجيب معايا مريح ايه ونجيب معايا مهدي رصايصي ايه نعطيك انا نعطيك جمعية متاعي نحب نلعب بها في الكلوب باش نعملوها بعد اي مرة مثل شمشي انا نعطيك انا جمعيتي اي قول لي جارديان الجول ما نعرفش الجول انت دخلت في اللعبه هذه دخلت اعطيني الجول نجيبوا فاروق باه فاروق فاروق من مصر نعمل لك كموسه ولا ها نعمل لك كموسه ولا ايه مع عاطف وكل هيك عمال انا نجيب فاروق باه فاروق نجيب فاروق فلاكس نحط الرصايصي ومرياح باه اري دروال عقد باه اري الجوش نحط روحي انا ولا نحط واحد اخر لا حط روحك خويا باه اري الجوش العب ولل ما نسواش ما فما بخير لا يا خويا ما دي حد شيء هذا كله خير مني باه في الوسط سنتينيل الكسيس ما عاد فيه صحيح كبر لا طيب سنتينيل اذا انا نجم نجيبه باي ثمن السخير باه اسمع تشد تشد بريزيدون ولا كيف السخيري بنعمر على يمينه تنقول لك شكون اما الاخرين قدم ما يوسف و صحيح كبروا كملوا بنعمر سنتينيل جوش حنذكر ساعة شكون اللي نجم نكركرهم معاي يحبوا الكلوب بن عمر يحب الكلوب بن عمر في بالك نحن صغار بارونتيز صغير باش نحل اللحلح بالكلوب نحن صغار وقتها نلعبوا كان المنتخب الوحيشي بن عمر قبل ما نلعبوا ايكيب ناسيونال كادي وجينيور نلحلح بالكلوب وقتها هو أموره مش باهي في الإطوال وبش يخرج فيه مشي الحمام سوسة بري وكل شيء وانا نلحلح بالكلوب ونقول لهم يلعب معي وحتي لكم السنال ولدي طوال جيبوه بن عمر خاطر ملي كنا صغار كان ما شاء الله معنا من الصغر عندك الحكاية ذي متاع فلين جيبوه وفلين ملي صغير ايكا هاو كيما جيش تاو نقوله تذكر يا بن عمر تذكر يقول لي اي ديما ايكا هاو بالمكتوب كل شيء يقول لي كلوبيست هو نحط السخيري وبن عمر الزوز اي كلوبيست بن عمر
لا لا يحب لي طوال، هو يحب لي طوال، ما انا حبيت نجيب، انا باي. حب حبيت نردو كلوب يستخدم زوز، نحط بن عمر والسخيري اللي جوش جاب، لا اللي دروا جابو اللي جوش بن احتيره، خاطر ان هذاك يحب يجي الكلوب، نعرف واش نجيبه ان شاء الله. صابر قدام خليفه مازال يعطي صابر، باي يا صابر يعطي صابر برجولية 2015 عندك، هو عنده انا نقول لك 30-35% من الشامبيونات. وقت اللي تسكر يعملها كثير سوتو ماتش جيبس، ها ماتش جيبس متفكر بونتو في 90 تسكر كثير من بعيد جبتو اوبا. ايه عطيت هذيك، عطيت وين التوش، عطيته توش ايه ركح عمل لك كنترول شبيب تك حتى غادي وفي الماتش ترتون وريح وقتها. اي تو تو انت قلت لي مساكني من عام 90 قلت لي ليه كبر، وصابر من عام 86 قلت لي نجيبو صابر. ليه مساكني؟ ايه يوسف ايه مش قلت لي مساكني حاجه هكا كبر ولا حاجه؟ ليه مويه مويه يوسف مويه بتقصد؟ يوسف مويه بيه باك امسك امسكني كان كان يجي للكلوب يخطر من السبيرا. ها جابوا ما عجبتوش البوست، قالك حطني ديس. جابوا انت تحط وين تحب خويا، انت كي تجي للفريق تقول لي نحب نلعب 10 تلعب 10، تحب تلعب على اليمين تلعب تلعب ايجا برك ايجا برك اخويا. اي شكون اخي مازال نفس اللاعب تو جابوا طلع باش مغروم ولا ايه؟ اي بموتورات اسمعني مازال ناقص ملاعب تو ناقص، نحط جابو 10 يحب يلعب 10 ميسيس، نحطو 10 بنحتير على اليسار زهير على اليمين ولا نقلبهم، نحط خاطر زهير يحب يلعب كان على اليسار ما يحبش يلعب على اليمين، ديما عنده مشكله مع الانترنت كل. اسمعني هي تشكيله تلعب اما تحب لها برشا فلوس، باي تحب لها فلوس اما ليه نقنعهم انا نقنعهم انا باي. خلينا نكمل لك الاسئله اسامه. بسام جنان قال لك شنو العلاقه كيف كانت بينك وبين سليم الرياح؟ ما كنا ما عاديه معناها كيما جوار ورئيس، ما الحقيقه ما كنتش قريب له برشا ما كنتش، اما سليم الرياحي خدم باللي يعرف سليم الحقيقه، معناها اللي دايرين بيه هما اللي غلطوه برشا، حب يعطي اعطاه لو من عنده لو مش معطاش، مش كل واحد ياخذ حقه غلط. تو كي تشوف الديون هذوم يقول لك معناها فاش كان يعطي قبل، معناها تشوف الفلوس اللي لعبيها شهر مش خالصين وتو شاكين، تقول فاش كان يعطي معناها. شوف الغلطه اللي صارت كما قلت لك قبيله الكاستينج نتاع الجوارات، تو جاب جوارات باهيين، شوف مثلا كيما جابوا واحد كيما جابوا بار اكزومبل نجم تحط فيه راه تنفيستي فيه الفلوس عادي، خاطر هذاك بشي في شيخ لك شعب كامل الراو مش حتى كان جمهور كله، فهمت يقلب صحيت يطلع لك في النيفو نتاع ليكيب تحب ولا تكره، فما دي جوار واحد كيما واحد كيما صار كيف كيف ايوه واحد كيما كان ماكس تحط فيه 3 مليارات خويا. اي سليتي نسيتو سليتي نجيبو زاد على سليتي نجيبو يخدم معايا في الجروب نجيبو، خاطر هذاك انسان هكا رخت ستريكت سليتي فماش لعب ليه يحب الكلوب ولا مكشخ؟ يحب الكلوب عيبته كل كلوب استيا مره، بس مره نيس البدري جاب له لبسه ماريو لسبيرانس شفته اي شفت مره جاب له ماريو لسبيرانس قلت له سليتي ماش تحكي معايا، قال لي تحكي بالرسمي، قلت له ليه بالرسمي نحكي معاك خاف وكل شيء يعني قال لي يزي نفدلك هو يعني كل شيء، قلت له نجيب لك ماريو، مشيت عديت البوتيك نتاع البارك روحت لتونس نكتب مشيت نمرو 10 كتبت له عليه سليتي، قلت له تو تلبسوا لبسوا هزوا وين التصويره؟ ها عندي تصور عندي تصور جوريت ماريو كلوب، اما خلي هذيك بعد كي يكملوا كاريرهم نتنطلوا بينهم ونعبطها ولا ها؟ فما مفاجآت مفاجآت شنو معناها جوريت سبيرونس لبس ماريو كلوب؟ ايه
فما ولا شوف شوف اسلام، هي شفت مثلا تو نحن والسبيرونس معناها كل يونيك لك ولا، اه اما الحقيقه اصحاب راهو. انا مثلا نعطيك اكزومبل الخنيسي، خنيسي عشت انا وياه من اللي صغار معناها في السونتر دو فورماسيون 3 سنين مع بعضنا في بورصة دراي، صحيح. معناها كي خويا فهمت، كي نلعب وهو يلعب في الاسبيرونس نلعب في الكلوب، كي نلعب كونتر بعضنا نحب ناكله في التيران وهو كيف كيف، اما كي نخرج لبرا وفات صحيح يدي صحيح صحيح نقعد انا نحكي وكان على الضحك والجو فهمتني. الجمهور لازم يفهم الحاجة هذه أسامة. الخنيسي لبسته مليول، الخنيسي لبسته مليول. لا 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 بي أنيس الجويني قال لك شكون أكثر جوار تظلم في الكلوب كي كنت كاوة؟ أكثر جوار تظلم، أكثر جوار خسرته الكلوب ماليك توري ككاليتي نحكي. يلعب في ستيف توم كسر الدنيا في الجزائر. هذاك أخويا ماليك توري أكثر، أنا أكثر جوار لعبت معاه عنده بوتنسيال كبير برشا، لكن انا غالب معناها حكمة الظروف باش يخرج ليبر وما يخش فلوس كل شيء. اخي نكمل لك بكويس خويا طولت عليك. شكون احسن لاعب تونسي تو؟ مش برشا راحين يخدم برشا. مارتي بشد سكينة تو باش تبدا تجري. لا يا جعلنا شفنا قصه خويا ولا نكملوا كيف سيادة شباب. لا كمل الكويس. باهي. اسمع حتى في الكومنتات قالوا يتحسوا قلق منك يا سلام. لا لا اسمعني ما تخممش برشا باش ننزل بوه. شكون احسن لاعب تونسي تو؟ احسن لاعب تونسي يلعب تو ولا اي تو ولا بطل يلعب تو؟ يلعب تو احسن لاعب تونسي عندي انا تو عندك السخيري. باه احسن لاعب في تاريخ تونس. في تاريخ تونس اللي خلط عليهم يقولوا وانت شوف فما ما خلطش عليهم، انا يقولوا لي طاهر الشيبي ملاعب برشا، طارق دياب ملاعب برشا، اما اللي خلطت عليهم اللي خلطت عليهم انا في تاريخ تونس انا برجولاي فوز الرويسي. احسن لاعب في الكلوب تاو؟ احسن لاعب في الكلوب تاو فما برشا جوارات باهيين تاو في الكلوب، مي احسن واحد بيرفورمون قاعد تاو مريقل عندك الشماخي البريود الاخرى الحقيقه مش توا من البريود الاخرى معناها ترجع تالي هو الحقيقه بيرفورمانس قبل ما مشى على الكونترا صحيح ما يتمهمش راهو الفاند كونترا راه تعديت بها انا وتمهمش على الاخر. لاعب في البطوله التونسيه تشوفه قادر ينجح في اوروبا برشا واحد في بطوله تونس وقادر ينجح البر بن عمر. باهي اقرب لاعب ليك مهدي رصايسي فما برشا يعقوبي مرياح برشا قراب لي، مي اكثر واحد معناها اصحاب انا وياه وقراب مهدي رصايسي. مهاجم تقرا له حساب؟ مهاجم نقرا له حساب صابر خليفة. كي ما لعبتش ضده عاد لعبت كونترو مره كي كان في حملم ونحن كيف ناسيونال لعبت كونترو. احسن مدرب دربت عنده؟ احسن انترونير دربت عنده برشا انترونير دربوني باين والله برشا يسمي لي واحد برشا والله برشا دربوني باين نحبش نظلم انترونيرات الحقيقه. باهي مدرب عنده فضل عليك؟ سي فوزي بن زرتي نبيل الكوكي. اول شهريه قد خذيتها؟ 450 الف فلوكلو اول كونترا. ماتش ما تنساش؟ دربي 2015 اسمع نصل على اعلى شهريه ولا لا على شهريه لا بونتو ماركيتو قعد في بالك؟ بونتو ماركيتو قعد في بالي مع كل ماركيت كونتر سفيقس هذاك في 90 دقيقه هذاك معناها اللي عدلنا به، وبونتو كونتر غانغون اللي رجعنا خلينا في المانتيان في فرنسا كونتر غانغون. بعد الكلوب وحملم شنو هي اقرب جمعيه ليك؟ ديجون في تونس. في تونس
اقرب جمعيه الحقيقه جمعيتي الام في القلب هذيك الكلوب، واقرب من بعد حملهم، فما عندي جمعيه اخرى. فماش واحد جماعة تعاطف معاها؟ نتعاطف معاها، نتعاطف معاها، لا الحقيقة ما عنديش. بي شنو حاجة فيك ما تعجبكش؟ في حاجة ما تعجبنيش ما نقولش، لا تعطي روحك. ما نقول، ما نجمش نقول ليه. مشكلة أحسن لاعب في العالم؟ أحسن لاعب في العالم قبل ولا بطل نورمال؟ توا 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 رونالدو، رونالدو انا عندي، انا كريستيانو رونالدو. أحسن مدرب في العالم؟ احسن مدرب في العالم بيب جوارديولا، وتوا توا احسن واحد يورجن كلوب. خويا ميرسي بوكو. دغيا اخويا، صح، شرفنا اخويا، شرفنا اخويا. سلام. انت خويا شرفت فيك، عندي مده اتكلم فيك وان فات حصلت عليك. هاي خليك انت تبعث لي على الفيسبوك يا دول، انا مانيش برشا فيسبوك، ابعث لي على انستغرام. بعثك عزوز على الثلاثه كان تحب. اسمعني، كان في الاخر تحب حاجه ولا سيبوها ما دام خربنا؟ لا يا اخو، والله كيما على راحتك، انا ما دام نجم نقنع. انت 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 اما انا انت اخويا نحب نسلم على الناس الكل اللي تفرجت فيها. ميرسي بوكو، اعطيتونا من وقتكم، والله صافي بليزير، معناها ديما صافي بليزير اخويا. كثرنا من اللعب نتاعك مع الملاعبيه اخويا، تيعملوا كيف احلى شكر رجعي، تحيه لخويا شكر رجعي، خاطر راح سلم عليه بس خويا ذاك الغالي، فهمتني، وتحيه لخويا جابو كيف كيف تبعنا. وان شاء الله على قريب ان شاء الله. ها مريح كيف كيف، شكر الزعلان معد بو لحيه مريح القد، خاطر غدا مشيت عدي لي هز الاسبيراتور ينظف شويه دار. طيب انا اخويا انت كزينه بامريك اخويا، سلام عليكم، باي باي.